متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من أول مرة شوف تي في كتوصل لهذه المنطقة الواعرة اللي كتبعد على سطح الأرض شي 1700 كيلومتر ولا 1300 كيلومتر. لكن لقينا أبطال في هذه المنطقة، لحقاش البارح كانت واحد الحرائق اللي شعلت في هذا الجبل اللي غادي عندنا سكان المنطقة اللي غادي يعطيو التصريحات ديالهم وغادي يقولوا لنا كي عاشوا ليلة البارحة. العافية كلا تقريبا 50 هكتار على ما يزيد ديال ألوفات ديال الأشجار اللي هنايا حاولوا الناس شاكين أنهم يطفيوها لصعوبة الموقع ولعلوي على سطح الأرض. معنا ساكنة هذه المنطقة اللي غادي يقولوا لنا كيفاش شافوا هذه النيران وكيفاش بدات وشنو حتى أسباب الحريق إذا كانوا. متابع قناة شوف تي في، معنا أحد الساكنة هنايا. شكرا لقناة شوف تي في، تنشكركم بزاف على هذه المبادرة القيمة. أولا زعما كانت واحد الكارثة ما عمرنا شفناها، هذه كارثة اللي ما قديناش يعني نصبروا عليها. وقعت خسائر جسيمة، لأن علاش شعلت يعني ما بين 50 أو 70 هكتار، يعني مما يفوق على 30,000 شجرة اللي مشات لنا. يعني كارثة عظمى ما عمرنا شفناها، ومع منطقة يعني كانت صعيبة بزاف. ولهذا تنشكروا هذه القناة وتنشكروا على الناس المتدخلين لإطفاء هذه الحرائق، وشكرا للجميع. فوقاش تقريبا شعلت العافية؟ هذه ما يفوق من 12:30 الوحدة، يعني ديال النهار يعني كانت الحرائق. لحقاش تقريبا 50 هكتار، كي درتوا حاولتوا باش قديتوا عليها؟ منين دخلوا من جميع الدواوير ديال المنطقه ديال ملال، ما بينها تيغنبويين تلما من برمتهم وتيورين برمتهم وتغدى علي. وكنشكر بعد اولا جميع هاد المواطنين اللي قاموا بهاد البادره الطيبه، وهاد الشكر يعني تنوجهه للجميع المسؤولين جميع الناس. يعني تنشوفوا واحد الحاله كارثه عظمى اللي وقعت لنا هنايا، وتشكر كل شيء الجميع. هذه المنطقة مناش كتعيش؟ يمكن غير الفلاحة؟ هذه المنطقة يعني الموارد ديالها فقط هي الفلاحة فقط لا غير، وخاصة خاصة هذا اللوز هذا والأشجار المثمرة هي اللي هي يعني الغذاء ديالهم. يعني لا جينا نشوفوا يعني هذا هو المدخول ديالهم الرسمي، شي حاجة أخرى ما عندهمش، الناس كلهم ضعفاء. وهذا الشيء اللي غادي نقول له. فوقاش يعني تقريبا طفات العافيه؟ فوقاش تغلبتوا عليها؟ ماشي طفات، تغلبنا على العافيه يعني ما بين ديك 4:30 هكاك 4 يعني هذاك هي تدخل رجال المطافي. فوقاش كان رجال المطافي او جاو لنا غير بسميتو بالشطابات، واش الشطابه غتطفي لنا العافيه في هذه المنطقه؟ هذه لا تصدق، يعني لا يصدق ان غادي نشدو حنايا واعرة يعني الجبل وما عندنا لا ما لا والو في هذه المنطقة هذه، وجايين يطفوا لنا العافية. كنشكروهم جزيل الشكر للتدخل ديال رجال المطافي، ولكن هما ما عندهمش شي حاجة باش غادي يطفيو لنا هذه العافية هذه، لأن هذه المنطقة هذه تخصها البومبية ديال سميتو ديال الماء، أما البومبية الكاميو ديال الماء باش غادي نطفيو هذا الماء، غنطفيو هذه العافية. وشكرا. عمي أنت كنت هنا البارح؟ كنت في كنون، ولكن اللي مع باش جيت من كنون عيطوني من فوقاش. وصلت لهنايا تقريبا؟ وصلت مع داك الجبيه 12:30. كنت حاضر لهاد العافيه؟ كنت حاضر. كي كانت الامور هنايا؟ كانت الامور كتخلع ودهش ما يقرب لهذا الشيء، غير اللي زعما قلبه صحيح واللي عنده حق على هاد الارض. عينا كنجريو، جاو الناس جميع الدوار تعاونوا، شي كيطفي من تحت شي من الفوق، شي كل واحد منا كيدور، وكاين اللي تحرق، كاين الناس تقاس بالعافيه. تقريبا شي شحال تقريبا الخسائر تقريبا بحكم انكم فلاحه وتقدروا تميزوا بشحال شجره مشات هنايا وشنو المحصول اللي كان هنايا؟ الشجور ما عندناش محصيين تقريبا هكاك شي 20,000 في الشجرة. 20,000 شجرة تقريبا، 20,000 في الشجرة اللي مشات 15. شحال الكتارات؟ الكتارات ما عندناش الميزان تقريبا 50 كل شي حاجة يمكن. الله أعلم.
50 وصابين. شنو تقولنا على هذه المنطقه هذه اللي اول مره؟ واش اول مره الصحافه كتجي عندكم هنا تقريبا؟ اسيدي اول مره. اول مره شنو تقولنا على هذه المنطقه هذه؟ بغينا نعرفوا عليها مزيان. المنطقة هو فلاحية و مع عالية على سطح الأرض شوية. عالية بلاد عالية وكان الريح مجهد، كان الشرقي مجهد. يعني دابا من بين المشاكل هانتوما شعلة العافية حتى رجال الإطفاء ما وصلوا معطلين. بعيد وصلوا معطلين بزاف، ما يعني ما ماشي بلاد قريبة دغيا غير يعني هادو ربعة الأشخاص ديال رجال المطافئ ما يقدروش يتغلبوا عليها، ورغم أن سميتو الشرقي يعني كان مجهد بزاف. بلاصة يعني هاد الموقع هذا يعني موقع ديال السياحة وموقع ديال يعني استراتيجي بالنسبة للسياحة، وخصو شوية الاهتمام، خصو شوية الاهتمام من المسؤولين الكبار. أما حنايا راه ما عندنا ما باش نهضوا بهاد المنطقة هادي، راه ما نقدروش نهضوا بها، لأن علاش؟ حنايا ناس ضعفاء ولا بليبار ديالهم، يعني لو قلنا ربما غادي نقولوا 90% أو 95% يعني لا شيء، راه ما عندهم والو، ما بحالتهم شيء، كيعتمدوا غير على هذه المسألة ديال الفلاحة، يعني لا زرع اللوز والزيتون والكرم والدالية والقرقاع وداك الشوية، يعني ماشي شي حاجة يعني كبيرة. أما بالنسبة للوز والزيتون هما دابا أنتم بالفلاحة ديالكم كتشوفوا هذه بلادي سحر القص. لا أنا ماشي بلادي هذه. الناس الناس كاينين هنايا، الناس عندهم ديالهم كاملين، يعني كل واحد عنده نصيب هنايا. وحنايا راه مسافه يعني كبيره الى هبطوا حتى البدايه ديال منين بدات العافيه، يعني راه مسافه طويله بزاف، و الكونيكسيون غتمشي لنا. الكونيكسيون يعني راه غادي يمشي لنا بزاف، يعني راه هنايا لتحت بالنسبه للكونيكسيون. سعد الكريم شي متابعي قناه شوف تي في قصه غريبه. الحمد لله كاين ابطال في هذه المنطقه اللي تغلبوا على هذه الحرائق اللي جات على 50 تقريبا كتار، على ما يزيد 20000 ولا 25000 شجره. معنا السي عبد الكريم اللي يعطينا نبذه على المنطقه ويعطينا حتى هو حجم الخسائر وكيفاش هاد الابطال هادو البارح كانوا في نهارهم. شكرا، كنشكروا شوف تي في على يعني الجهود ديالها اللي دارتو باش توصل عند هذه المنطقه النائيه كما كتشوفوا. احنا كنتواجدوا في دوار تلمامين من فرقه ملال القبيله غزنايا، جماعه غزنايا الجنوبيه، يعني تابعه لدائره تكنول، طبعا تحل في اقليم تازه. شوف تي في انتم كتشوفوا الحاله اللي مساحه كبيره مشات، واحد الخساره كبيره تقدر ب 30000 شجره ما بين اللوز والزيتون، كان اغلبيتها لوز. واحد الخساره اللي خلات واحد الجرح عميق في القلوب ديال الساكنه، كما كتشوفوا كلشي كيتشكى يعني، وهاد السكان هذا كيطلبوا ان المسؤولين بعدا ما وصلوش عندهم باش يسمعوهم، يوصلوا لهم يعني الكلمه ديالهم ويحسوا بهم، وربما كيطلبوا لما لا من المسؤولين يعني تعويضات على هاد الخسائر، ويشوفوا كيفاش يديروا لهاد الاشجار الكثيره العدد الكبير اللي ضاع. واش شكون كيتحمل بعد المسؤوليه ديال هذا الشيء؟ ويعني الفلاح في هذه الظروف، بخصوص في هذه الظروف ديال اللي كيعرفها العالم والمغرب ديال كوفيد 19، الفلاح اللي كان كيتسنى الغله ديال هذا اللوز هذا باش يحسن به المستوى المعيشي ديالو، واذا به بين عشيه وضحى كيلقى ان الغله ديالو مشات ضاعت، بين يعني اشياء بين يعني فوق وجيز. اسباب الحريق مجهوله. انا تكلمت مع الناس هنايا، حتى واحد ما عرف كيفاش ان الحريق يعني اندلع. الاهم انا كيبان لي هو نفكروا في النتيجه ديال الحريق، اما اللي عطى الله راه عطاه، الاشجار تحرقات والمحصول ديال اللوز مشى هذا العام. شنو هو يعني خصنا نفكروا كمسؤولين كمجتمع مدني كيفاش يمكننا يعني نعاونوا هذه الساكنه هذه اللي ضاعت في المحصول ديالها. تعويض صحاب الراس وراس رفضونا. عندنا راس وراس. مرحبا. شكرا. غير وحده استاذ، احنا عندنا يعني كاين الناس اللي كتسوري يعني مسوري ديال لاسيرونس على المحصول ديالها، المحصول ديالها بالوراق ديالها مسوريين، ولكن منين عيطنا اليوم لاسيرونس البارح قالوا لك سيدي احنا على حساب العافيه ما داخلاش ما كاينش التامين ديال الحرائق حنا لو كان علمونا داك الساعه ما كاينش يعني
التعويض ديال ما ديرش كاع لاسيرونس، ما نديرش لاسيرونس ديال الله وها ديال الشتاء ولا ديال السمره راه باينه خصنا. دابا انت عمي كتاكل غير من الارض، من الارض وها باش تحرق لك المحصول، تحرق كل شيء يعني ربي غادي يخلف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي اللي غادي يخلف. شحال تقريبا من فلاح مشات له الاراضي ديالو؟ كاين حيت حنا ما شفنا هنا لا محلات لا هذه، يعني غير الارض كتقولوا غير الارض. 45 تقريبا 45 فلاح، 45 فلاح، 45 فلاح هكاك، 40 45 دار، 45 عائله، 45 كاين الدار اللي فيه جوج كاين مكسر ما كثر، كاين دار فيه 10 النفوس، 11 النفوس. انا بيدي عندي 10 النفوس، 10 الرجال يعني كاينين اللي مجوجين ومستغلين الفلاحه، ولكن كتحسب انا فيهم ذاك تقريبا اسباب الحارق ما عارفينش كيف، ما عارفينش ذاك الشيء. عين الله حتى نضت العافيه، شفنا الدخاخن الله يعافيه على الجماعه كتغوت. اسم المسؤولين المنطقه جاو عندكم زاروكم؟ يا سيدي جاو بحال المقدمين والشيوخ وجاو مع عيط، وهو اللي عاوننا باش جاو جات البومبيه. ما كاينش ليه اهتمام شويه؟ ما كاينش اهتمام، ما كاينش اهتمام ابدا. لو كان عندنا اهتمام كانوا تهضر معايا. نعم ما كاينش اهتمام، لان علاش؟ لو كان كاين الاهتمام كانوا غيصيفطوا لنا يعني بومبي ديال الماء، ما غيصيفطوا لناش سميتو الاخر الشطابات. ربعه در جا الماء طافي يعني بالشطابات، اش غيديروا؟ وما يقدروش يطفيوها ابدا. فاش وصلوا رجع الماء طافي؟ ما وصلوا تقريبا حتى للجوج، يعني جاو تروطار، جاو تروطار يعني هما فين وصلوا؟ وصلوا لهنايا، حتى وصلت لهنايا العافيه عاد وصلت رجا الماء طافي هنايا. يعني خص الناس وزاره الفلاحه او شي منظمه اللي غادي تساعد هاد الناس هادو، راه ما عندهم شيء ابدا. واللي يعني المعيشه ديالهم هي هاد، هي هاد الفلاحه على عينينا، راه هاد الفلاحه هي اللي كاينه، هاد الشيء اللي كاين. انا بالنسبه لي انا ما يفوق من 700 شجره اللي مشات ليا. 700 شجره؟ نعم باتتخ، يعني راه ما حسيتهاش بالضبط، ولكن راه عندي واحد المساحه كبيره لتحت فيها تقريبا 700 شجره، فيها تقريبا شي 102 ديال الزيتون. دابا انت خدمتك غير فلاحه؟ اه غير الفلاحه. انا ما تمشي لا للخارج، ما عندي لونطريت، ما عندي كتمشي لا للمدينه لا والو، لاكي سوسيال ني غيان دي تو، يعني غندي لا ربي العالمين والزورني والفاس، هذا الشيء اللي كاين. وكنتمناو من المسؤولين يشوفوا حالتنا. الزيتون واللوز كله مشى، كله مشى، يعني هذا العدد اللي تنقول لك يعني ديال هذا وقت الغله، هذا وقت الغله. وقت الغله هي هذه، كنا تنستناو غنديو ديك البركه نقوتوا بها الوليدات. الساعه ربي قدر الله ما يشاء، والحمد لله، والحمد لله على هي فوق من 700 شجره اللي مشات لي انا. امتى غادي نوصلها وانا عندي دابا متقنس 50 طون، يعني 50 سنه بس عاد غادي نوجد انا الاخرى؟ يعني واش كنتمناو من السلطات يعني كلهم المعنيين بالامر يعاونونا، يعاونونا يوقفوا بجنبنا ولو معنويا، ماشي غير ماديا، خصهم يوقفوا معنا يعني ماديا ومعنويا، لان هاد الناس ضعفاء ومنطقه يعني سياحيه، منطقه استراتيجيه، منطقه يعني كتربط ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. يعني هذا هو المشكل اللي عندنا حنايا، حنا ما كاينش اللي غادي يوقف بجنبنا، يعني خص اللي غيضحي معانا، خص اللي غادي يعاوننا. هاد الناس هادو فين غيمشيو دابا؟ شنو غادي ياكل؟ شنو غياكل؟ يعني شنو غياكل هاد الناس هادو اللي مشات ليهم كامل هاد المخشور هذا؟ فين غيمشي؟ دابا انت فلاح، نعم. دابا هاد الارض كلاتها العافيه، يعني فوقاش غتخلف في نظرك؟ كنظن انا ما من هنا واحد على 10 سنين او من هنا واحد الخمس سنين، من الخمس سنين لفوق، يعني في حاله الى خدمها، اما الى ما خدمهاش راه غادي تبقى هكا على طول الابد. دازت رعده، دازت رعده كارثيه، دازت رعده يعني هذه تقريبا شي خمس سنين، ما خلات لنا غير العود، القشرات العود قشراته، وما كانش اللي شاف من حالنا حنايا. علاش؟ وتقريبا ما يفوق من، ماشي غنقول لك يعني 500 كتار او 400 كتار، راه ما يفوق من 2000 كتار من تيغنبوي الحدود ديال بوردي الى الحدود ديال الاكنود، مشات ما كانش اللي شاف من حالنا حنايا. انتم متضررين لحد الان؟ متضررين الى يومنا هذا. دابا غدا انت شنو غادي دير؟ ما اش غادي نديرو، يعني ربما كنظن انا تقدر غتوقع الهجره من هذه المنطقه هذه، غتوقع الهجره.
لان الانسان الا ما عندوش القوت ديالو ديال السنوي هنايا فين غادي اش غادي يدير هنا؟ غادي خصو يرحل يمشي يدبر على طرف القوت ديالو. واش حنا كاملين غنمشيو للمدن؟ واش العالم القروي في من غنخليوه؟ خصنا نخدموا العالم القروي. اما الحضاره حنا اللي تنخدموا على الحضاره، حنا اللي تنخدموا على المدن. الباديه المواطنين ديال الباديه هما اللي كيخدموا على المدن، لان المدن غتا ياكل ويمشي كيشد ستيلو او لا يشد داكتيلو او لا يشد يعني عنده صناعه. اما حنايا راه ما عندنا الصناعه ني غيان ديك. وشكرا لكم خويا سعيد. ما يقول حيت سمعتوك كيضرب كل واحد يقول كلمه ديالو كيضرب واحد داكشي قال لي قال الاخوان هو هذاك عاود عاود. دابا انت فاش ضحكتي فاش ضحكتي؟ شوف هضرنا بسنت ماجر سمازيخ. شكرا شوف تي في كنشكركم بزاف على هذا المبادره القيمه اللي قمتوا بها لينا. ان احنا ما عندنا سوى الله تعالى وتبارك في سبحانه. اما البارح ان عشنا واحد العيشه مؤلمه بزاف. تحرقنا كلنا 60 واحد تما اللي جات وما كان ماشي ذوك الناس اللي جاو. اما المسؤولين حتى شي واحد ما شفناه قدامنا حتى ما جاو حتى مؤخرا عاد جاو. انما ذاك الساعه تروطار اللي كان اللي وقع راه كلات واحد العدد ديال الهكتار ديال اللوز وديال هذا كلات ديال تلمامين وديال توريري وديال هذا وحتى شي واحد ما شفناه. يلا جا واحد المقدم جاو الناس ديال سميتو الوقايه المدنيه جابوا الشطابات صافي هذا الشيء اللي جا عندنا. وكنطلب لكم تما باش تشوفوا بحالنا ان حنا كنعيشوا بهذا الشيء هذا. عطينا ميساج بالريفيه. ها؟ عطينا ميساج. ناش ما عندهاش غينير. نشتي نواجه نتروح ما عندها وقعا. ما انايا ربي سبحانه لا اله الا هو. ولكن قال المسؤولين هذه باش ما مهنيه ما مهنيه الدوله باش تقوم نسي الواجب. انما نشتي نجوها وزير غيري. نشتي واخا نسيور واخا تسني حد. وادير تيتوي حد. ولكن يخسان اثنين هذين حاضرين. يوسف دير نجيب قدمي يوسف. يوسف اثنين الوقايه المدنيه يوسف ثانيين. مؤخا ايدي سن زياريني ينتهي الحيط وما يزيد على 60 واحد البشره ديوسين داريني متواجديني ريس الشدنيه كلها. اخش من شهري واشكركم بزاف ونشي المريم شي ترجع لربي سبحانه وتعالى. كاين غير بد ما لما حد النوا غادي سبوشاني مش الامانه من هنا فوق. انت فاش ضحتي عمو شنو دالك؟ راه اللوز لهيه شحال من هيك راه مشات انا من دوار توريرين ماشي من تلمامي. هادو اللي هضروا انا مع الناس اللي يهضروا من تيمان ولكن انا من تيوريرين حتى انا مشى لي رزقي. وهذا الشيء باش كنخوتو ما عندناش البديل. هذا خلي يحسوا شي راحه شحال مشات لك تقريبا؟ مشات لي 4 هكتار ولا نشارو غير لا غير اللوز نشي غير الجوز ما حسيبك شحال دي ولكن ما يفوق 4 هكتار وزياده لي ونشير وغار حد اذا كان بيخسر وكين غيري سبب باش التلانيين خصهم يسمعوا هادو المسؤولين اين هما؟ علاش درنا؟ باش يوقفوا معنا علاش كنضحيو معاهم؟ بالعياله بالرجال بهذا بكذا وفي التالي ما لقينا حتى شي واحد في يدنا. اذا حنا ما عندنا ما رحناش تحت يد السلطه ما كاين والو. خصنا نعرفوا المصير ديالنا فين؟ هاكش ميمين الى ما عندنا حنا متابعي قناه شوف تي في كانوا بحال هاد الشجره عمو ياك عمو كانوا بحال هاد الشجره ياك كان كلشي بحال هكا مخطط الاخضر مخطط الاخضر واه المنطقه هي اللي غرست هاد الشيء. بالنسبه للغرس يعني تغرس هذه المده ديال 10 سنوات وازيد يعني غرساته المنظمه ديال المغرب الاخضر وخسرت عليه واحد الميزانيه ديال يعني الملايين ديال الدراهم اللي مشات هنايا ولكن بدون فائده بدون فائده. هذا الضياع هذا علاش؟ حنا الا خدمنا شي حاجه خص حتى المعنيين بالامر يوقفوا بجنبنا ويوقفوا يعني لاجل المغرب الاخضر. حنا بغينا المغرب الاخضر يكون اخضر ما يكونش كحل بحال هكا كما تنشوفوا محروق. شكرا لكم متتبعي قناه شوف تي في. كما كتشوفوا امور غريبه في هذه الغابه اللي تحرقت كامله اللي كانت ارض فلاحيه بامتياز كانوا الناس مقابلينها كان هنايا ما هذه اللي بقات
هذه الشجيرة الوحيدة قرب عندي، هذه الشجيرة الوحيدة اللي بقات فيها اللوز، هانتوما كتشوفوا بقات تشاهد على هاد الكارثة البيئية، الحرائق في الغابات. لكن نتمنوا الخير من عند الله. متابعي قناة شوف تي في، غادي نشوفوا السي مجيد. السي العالمي شي كلمة، الله يحفظك. اجي السي العالمي شي كلمة، الله يحفظك. اجي السي العالمي. اسمع غير ماذا بكم، يمكن ما يجي شي واحد حيت الصوت كتبان كاين، زعما تباعدوا شويه ما تخليوش داك. هذه الرساله قال لك توصلنا للاخوان باش تختار. اسي درس كاين غير شي كلمه على هذا. هذا راه السي محمد اللي حاضر، هما اللي عطوا لك عبد الله. انا كاين راه عطينا متضرر باش ما يقولكش. واش يهضر لنا غير على الضرر ديالك؟ باش ما يقولكش شي واحد. اجي يهضر لي غير على الضرر ديالك. حتى هو من المتضرر، حتى هو كرئيس جماعه حتى هو من المتضرر. قال لك حتى رجال المطافي ما وصلوش في الوقت، وحتى فاش وصلوا وصلوا بواحد المعدات اللي وي. بعدا بالمناسبه كنشكركم الاخوان ديال شوف تي في، شرف لينا الصراحه انه باش توصلوا لهذ المناطق هذه. فهمتي انا كرئيس جماعه الكزنايه كنحييكم، حيت هذو هما الاخر القنوات ديال التواصل الاجتماعي، هذا هو الدور ديالهم الصراحه، انهم خصو يوصلوا لاقصى نقطه. لاني واخا وصلنا لاقصى نقطه، دور عندي دور عندي، واخا وصلنا لاقصى نقطه كما قال رئيس الجماعه، لقينا ناس واعيه وناس كتعرف شنو كتقول، وناس اللي تبارك الله مستوى، تبارك الله ناس في المستوى. وي سي عبد الله خويا، كما قلت لك احنا كنشكروا الاخوان ديال شوف تي في، احنا هذا النهار هنايا يمكن باش من هذا المنبر ان شاء الله للجهات المسؤوله. احنا دائما ما غاديش نلزموا شي واحد، يمكن كيقول شي واحد فلان جا فلان ما جاش فلان هذا، يمكن احنا الاكراهات كل واحد والظروف ديالو، وكل واحد انه احنا باش نهضروا حتى على الوقايه المدنيه، انا ماشي طرف باش ندافع على الوقايه المدنيه، ولكن حتى الوقايه المدنيه فاكر انا بصفتي رئيس جماعه دائما في اللقاءات الاقليميه كنقول لهم اودي خصو وفروا لنا الادوات الاشتغال ديال الوقايه المدنيه، خصنا الكاميون سيتيرن، خصنا ديك الفي بي ديال التدخل السريع. هادو انا بنفسي كرئيس جماعه في جميع اللقاءات الاقليميه الوقايه المدنيه فاكون ما مجهزاش، ما غاديش نلومو حنا الموظف الوقايه المدنيه كموظف عنده واحد لومبيلونس اللي كيدخل بها بحال الامبيلونس كنقول لها. اذن هنايا الوقايه المدنيه راه ما عندهمش ادوات اشتغال باش يجي يجيب كاميون سيتيرن باش يدخل. الله يحسن العوان كنهضر على اللي هنا في اكنول، ولكن المسؤولين الاقليميين ولا الجهويين انهم يخصو هادو هما الظروف اللي خصو يوفروا لنا فيها الادوات الشغال. انا غير السكان هما اللي تعاونوا. لا دابا هما السكان صراحه الله يجزهم بخير من جميع الدواوير، تيوريريم، تغدى علي، فلاسن، تلمامين، بغداد، كاع جميع فلاسن، جميع الاخر الدواوير المجاوره طلعوا من السبت، جميع الدواوير انه قدموا يد المساعده، وانا كنت باتصال معاهم هنايا مباشر بالتليفونات مع الاخوان في اللايف، احنا متبعين. علاش؟ حيت هذا الشيء راه خساره، خساره لنا احنا كساكنه، وخساره حتى وزاره الفلاحه في اطار مخطط المغرب الاخضر بحال هاد لي بيريمتر، انه احنا كنلتمسوا يتعوضوا كغرس ويتعوضوا كمادي، انه فهمتي الاخر. حيت علاش؟ السيد الرئيس باعتبار هذا هو المورد الرئيسي لهاد الناس. دابا شوف السي عبد الله، احنا انا كنقول لك خص هاد الشيء كنلتمسوا من الجهات المسؤوله، راه كاين واحد الصندوق ديال الكوارث الطبيعيه، احنا مؤخرا راه حتى يمكن انت بنفسك راه في لاسيرونس كيقطعوا لك واحد 100 درهم 200 درهم حسب اللي يشوفوا ديال الطوموبيل لهذا الصندوق ديال الكوارث الطبيعيه. اذا حنا كنلتمسوا من هذا المنبر يوفروا لنا حتى حنا لهذ السكينه كما وقع في فاس ومكناس. فاس ومكناس بالتبرير يتعوضوا حتى هذوك الدرو الله يحسن العوان خوتنا، ولكن حتى حنا كما داك الشيء اللي طبق فاس ومكناس على صندوق ديال الكوارث الطبيعيه، حتى حنا كساكنه انه خصنا نستقلوا مع هذا الصندوق ديال الكوارث الطبيعيه، مادام انه حتى هذا المواطن تاهما كيديو لاسيرونسات كيقتطعوا، حتى حنا راه ساكنه في منتجه جبليه، وكاين واحد الصندوق اللي سميتو صندوق ديال التنميه الجبليه ولا صندوق الساكنه الجبليه، اذا هذه الصناديق راه هنا غتنفع. زائد كنلتمسوا من الاخوان الفلاحه هما جايين معنا على اساس انهم غيديروا واحد التقرير تقييم، غيشوفوا شحال البيريمتر شحال من هكتار، كنلتمسوا منهم عاود اما غيديروا الاخر لاميناجمون ديك الهيكله دي الشجره اللي مازال باقيه حيه، ولا انه غيعوضوا شجره اخرى بالغرس الجديد. هذا موازي مع حيت راه هادشي كاين الناس دابا بحال هاد الفده اللي كتشوفوها تصوروها انتوما، راه كاين خساره بحال اللي كتفشل الفلاح دابا، الفلاح من هنا الفوق انه كيفشل. الفلاح قال لي غيدير الهجره. وهذه هي الاسباب، دابا حنا ما غاديش نشجعوا الهجره، ما غاديش نمشيو حتى الانسان في حاله غضب
حاله غليان غنقول لك غنهز ولادي غنهاجر في المسؤولين في هذا، هذه سميتها كوارث طبيعيه، ما فيها لا مسؤول، مسؤول عنده شي حاجه غينزلها بالكوبتر غينزلها، هذه كوارث طبيعيه ماشي شي حاجه منتظره. جات كارثه طبيعيه ديال الحريق صافي راه وقعت، اذا فكتوقع الواقعه خصنا نشوفوا ما بعد انه كيفاش غنعالجوا. هذا هو الدور المسؤول، هذا هو الدور اللي غنقدر نقولوا حنا وصل الخبز للفران ما بعد، حيت علاش وقعتنا في 2015 هنا كارثه طبيعيه بداكشي التبروري، ولكن انهم جات ظرفيه قال لك اسيدي لا ما غاديش تخرجوا لجان ما ديروش احصاء لا ظرفيه انتخابيه وهذا، تقصينا تحرمنا انه متعوض من هذه الدواور هذه. اذا جات لنا كارثه ديال 2015 ودابا فهمتي الاخر جات لنا كارثه مؤخرا عاد وقع الدوار ديال ولاد الحسن، ما عرفتش شحال من شجره مشات لهم في الدوار ولاد الحسن، دابا هاد الجهه ديال الظهر روحتي لما من تيوريرين. اذا دابا هاد الكوارث صراحه احنا كنلتمسوا حتى احنا خصنا كساكنه نستافدوا من هاد الصندوق ديال الكوارث الطبيعيه. سيد الرئيس واحد السؤال شويه يمكن محرج، ولا بحكم انك تقدر تكون كنتي مع اللجنه ولا بغينا نعرفوا غير سبب الحريق او لا؟ شوف السي عبد الله، او كاينه علامه استفهام؟ لا لا، السبب الحريق هاد الكوارث راه فهمتي ما يمكنش انه عندك شي شكون اللي عنده هنا حجه مثبوته يقول لك فلان هو اللي حرق. نعم اذا كذب عليك شي واحد حتى حدا شي واحد انا يقول لك العالمي راه حرق اصلا يعطيني شي واحد حاجه ملموسه. نعم حتى يمكن كنامنوا بشي حاجه ملموسه باش تهضر هضره وصافي، ما غاديش حنا نمشيو لشي واحد نقول له فلان كاين هضرات ولكن اعطيني ملموس. واش عندك شي فيديو شي كاميرا سجلتني شافني شي واحد عندك شهود؟ هذا هو. اذا هذه كارثه طبيعيه راه بارفوا غير بزاج راه غير بزاج كيوقع حريق، بارفوا شي واحد كيكمير ما بونت راه كيوقع حريق، راه كوارث علاش سموها كوارث طبيعيه؟ هادشي ديال الله الطبيعه. اذا ما خصناش دابا وقعت الكارثه وغنزيدوا حنا عاد غنبقاو نحكوا على الدبره ونقلبوا على الجرح، خلي الجرح اخر ما غاديش نحكوا على الدبره. نشوفوا ان شاء الله كي غنديروا الاخر ان شاء الله تنسيق مع وزاره الفلاحه مع مخطط المغرب الاخضر، نشوفوا كي غنديروا الاميناجمون الهيكله التاهيل ديال هاد المحيطات. وحنا معنا الاخوان ديال الفلاحه اللي كانوا مكلفين بالمحيطات راهم جايين، هما اللي هما دابا غيشوفوا البيريمتر، دابا هما الاخوان ديال الفلاحه غيشوفوا البيريمتر شحال فيه، هما ديك الساعه الاخر غيشوفوا كي غيديروا. ولكن دائما المواطن كيستنى ما هو مادي التعويض، حيت راه كيدي من هنا اللوز كيدي هذا كينتعش به، وهادو راه كيشاركوا في المهرجان ديال اللوز حتى هما عندهم دي ليستون. اذا هادو غنشجعوهم، اذا الى انقرضت هاد الشجره غدا ما يتشجعش شي واحد يغرس شجره اخرى، ما يتلقاش شي واحد غيقابل هذا الشيء اللي تقابل هنايا، اذا خصنا نشجعوا. يعني غادي يكون الخير اسيد الرئيس. ونتمناو حنا ما غا... لا حنا غير واحد القضيه باش يعرفوها جميع الاخوان، حنا ما جيناش هضرنا هنايا باش انا كالعالمي كرئيس جماعه ولا كلجنه جينا باش نقولوا الناس راه كتعوض. احنا ما كنواعدوش شي عبد اللي غيتعوض 100%. حنا التامسوا الجهات المعنيه باش يسمع شي واحد باللي راه جاي رئيس جماعه والجمعيات وهذا باش نعوضوا غدا، لا هادشي حنا غنجيو غنشوفوا بعينينا غنديروا ملتمسات غنلتمسوا من الجهات المسؤوله الجهات المعنيه. الله يرحم الوالدين، عاونوا هاد الدراويش، عاونوا هاد الفلاحه. اذا حنا يدنا كمسؤولين معاهم باش نطلبوا باش نلتمسوا للدعم، ولكن ما جيناش هاد النهار باش نحصيو فلان عنده قده ولا فلان عنده قده نكونوا بحال اللي كنكذبوا. حيت علاش الوعود ما نوعدوا حد بشي حاجه، هاد النهار غير من اجل اللجنه جينا معاهم من اجل هذا، وعاد غيرجعوا لجان اخرين عاد غيجيو باش ان شاء الله باش ذاك الساعه اذا كانت شي حاجه غيكون احصاء غيكون تقييم غيكون عدد الخسائر غيكون مجموعه الحوايج، ولكن هاد النهار بحال ذاك المعاينه الاوليه. شكرا سيدي الرئيس. شكرا تحيه زرع متابعي قناه الشيف تي في ابعد منطقه اللي اكثر من 20000 شجره غادي نحاولوا كونيكسيون. شوف داك امور غريبه هنايا متابعي قناه شيف تي في، امور غريبه متابعي القناه غادي نحاول. شكون؟ سي مجيد. سي مجيد شي تدخل بعدك سي مجيد. حجم الخسائر السي مجيد. شكرا لكم. ما كنقلبوا على اسباب حريق لكن تبقى مجهوله. يعني احنا يعني ما يقتضيه الامر حاليا يقتضي انه يعني احنا كمجتمع مدني كسلطات منتخبه كسلطات محليه السلطات المختصه في المجال الفلاحي المديريه الاقليميه الفلاحه والمديريه الجهويه مشكورين هاد الناس كاملين على الاستجابه ديالهم للدعوه ديالنا احنا كمجتمع مدني كساكنه. يعني هذا هو يعني حنا كنحسوا بواحد يعني الاستجابه كانت سريعه
استجابه سريعه للطلب ديال السكينه والطلب ديال المجتمع المدني. حنا كجمعيه ملا للتنميه ومحافظه البيئه يعني كانت لنا فرصه لبعض الاعضاء باش حتى هما يأزروا السكينه في الاطفاء ديال هذا الحريق الذي يعني كانت استجابه فوريه على ما سمعت. الحمد لله لولا استجابه فوريه لاتت على هذا راه هذا حنا نتواجد حاليا بمحيط ديال اروح، هذا محيط ديال ليم سي ا، راه ما يزيد على 300 هكتار ديال اشجار اللوز. يعني لولا تدخل السكينه يعني كانت غادي تلتهم هذا الشيء وكانت غتكون خسائر مهوله وكثيره. حاليا يعني ربما لا يعني انا حسب يعني نقدروا حنا دابا ما يزيد على 15 هكتار او 20 هكتار ديال المساحه يعني اللي كان، ويعني ما يزيد على 10000 شجره او يعني او 15000 يعني عدد ليس بالسهل. هذا التقييم يعني واحد التقدير يعني كنحاول ندير لا سوزي استيماسيون باش ما اكزاجيريش، راه واحد العدد كبير. وهاد السكينه يعني حنا كنطلبوا من الجهات المختصه والناس اللي قاموا بزياره ديالنا باش يزيدوا يديروا معنا واحد الدعم استثنائي لهاد الناس. هاد الناس يعني عطاو وقتهم وعطاو حياتهم هنا. يعني الشجره فاش كتشوفها في هاد العمر هذا راه كتعني وراءها 5 سنوات 10 سنوات ديال الاعتناء وديال التواجد بعين المكان. اذا خصنا نحاولوا نشبتوا هاد الناس بعين المكان، نحاولوا ندعموهم استثنائيا. يعني تنشرت الثقافه ديال التامين ديال المحصول الزراعي، ولكن مع كامل الاسف ما كاينش تامين ديال الشجره. كاين الاخوان اللي عندهم تامينات ولكن مع كامل الاسف ما غاديش يستافدوا. اذا حنا نناشد يعني السلطات المحليه للجماعه للبرلمانيين ديالنا للمديريه يعني جميع الناس متدخلين باش يدعموا استثنائيا هاد الناس. الحجم ديال هاد الكارثه الطبيعيه راه كتشوف بانه يعني مهول. يعني دابا راه منين خمدت النيران يعني الحمد لله، ولكن كيبقى هذا الجبل هكا بهذا اللون يعني الاسود. خص تدخل ديال السلطات المحليه باش يولي الاخضرار ديالو. ومن خلالكم كنوجه الشكر للساكنه اللي يعني تكاتفت ودعمت. شحال دوار جا لهنايا؟ دوار الناس ديال دوار تلمامين ديال تيوريرين ديال تيغمبويين ديال تلمامين. فاش كنقول تلمامين راه يعني مضاشر، كاين تغداعلي، كاين السبت، كاين بغداد، كاين يعني مؤازره. تنسى لي شي واحد؟ ما يمكنش ما تنساش. ومع كامل الاسف يعني الناس راه خصهم كلمه الشكر. يعني يا ريت يعني كنظن انكم شفتوا لي فيديو. يعني راه كان واحد التكاتف، راه الاخوان كيتعرضوا بايادي ديالهم باش تعرف بانه شحال هذه الارض عزيزه عليهم وشحال هذه الشجره عزيزه بيديهم كيوقفوا العافيه. يعني شابو لهم، تحيه لهم، ترفع لهم يعني القبعه كما يقال. ونرجو من السلطات يعني المؤازره ديال الناس. كاين استعداد وكاين يعني رد فعل ايجابي من الجميع، ونشكروا الجميع ونتمنى ان شاء الله تكون شي حاجه في عين المكان في الواقع في اقرب وقت ممكن. شكرا. تحيه لكم. وتتبع قناه شوف تي في، غادي نحاولوا نقطعوا هذا البث المباشر وغادي نرجعوكم ببث مباشر اخر. نشوفوا اللجان ديال الناحه لجات ونشوفوا الدور ديالها هنا. متابعي قناه شوف تي في، نشكركم على حسن المتابعه وبعد قليل نتلاقوا.